الطلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد احنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الثالث من مدارس ابن خلدون، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم. اليوم إن شاء الله بنراجع مع بعض الوحدة الرابعة، وقبل ما نبدأ الأسئلة بنراجع بعض المفاهيم اللي درسناها. درسنا مفهوم الطقس، وقلنا إن الطقس أمطار هو حالة الجو في مكان معين خلال يوم أو عدة أيام. الطقس أمطار ما هو إلا حالة الجو في مكان معين خلال يوم أو عدة أيام. لما نيجي نتكلم عن حالة الجو الأمطار يبقى لازم هنتكلم عن مفهوم درجة الحرارة وأيضا الرياح وأيضا الضغط الجوي. قلنا درجة الحرارة هي مقياس مدى سخونة الشيء أو برودته. درجة الحرارة ما هي إلا مقياس لمدى سخونة الشيء أو برودته. أيضا درسنا مفهوم الرياح، قلنا الرياح يا أبطال هي الهواء المتحرك الذي أحس به أحيانا. الرياح ما هي إلا هواء متحرك. درسنا مفهوم الضغط الجوي، قلنا الضغط الجوي هو وزن الهواء الذي يضغط على الأشياء فيغير من حالة الطقس. الضغط الجوي هو وزن الهواء الذي يضغط على الأشياء. أيضا درسنا أن الضغط الجوي يقاس بجهاز يسمى البارومتر. أما الآن الأنيمومتر جهاز يقيس سرعة الرياح. أيضا السهم الدوار ده جهاز يحدد اتجاه الرياح. درسنا مفهوم الهطول، وقلنا الهطول يا أبطال هو الماء المتساقط. الهطول هو الماء المتساقط من الغلاف الجوي ويكون على شكل مطر أو ثلج أو برد. الحين يا أبطال بنبدأ نحل أسئلة على الوحدة الرابعة. رقم واحد، حالة الجو في مكان معين خلال يوم أو عدة أيام. سؤال تاني، حالة الجو في مكان معين خلال يوم أو عدة أيام، هل الطقس أم المناخ أم الهطول؟ أحسنتم، الطقس. السؤال رقم اتنين، مقياس مدى سخونة الشيء أو برودته. مقياس مدى سخونة الشيء أو برودته، هل هذا الضغط الجوي أم درجة الحرارة أم الرياح؟ ممتاز، درجة الحرارة. السؤال رقم ثلاثة، وزن الهواء الذي يضغط على الأشياء. وزن الهواء الذي يضغط على الأشياء، هل هذا مفهوم الحرارة أم الرياح أم الضغط الجوي؟ ممتاز، الضغط الجوي. السؤال رقم أربعة، الهواء المتحرك الذي أحس بدفعه أحيانا. نقول أبطال الهواء المتحرك ما هو إلا هل الغلاف الجوي أم الضغط الجوي أم الرياح؟ أحسنتم، الرياح. غطاء من عدة طبقات من الغازات ودقائق الغبار يحيط بالأرض. سؤال تاني، غطاء من عدة طبقات من الغازات ودقائق الغبار يحيط بالأرض، هل هذا مفهوم الغلاف الجوي أم درجة الحرارة أم الرياح؟ أحسنتم، الغلاف الجوي. السؤال رقم ستة، عاصفة تحمل فيها الرياح كميات من الرمل. عاصفة تحمل فيها الرياح كميات من الرمل، هل العاصفة الثلجية أم العاصفة الرعدية أم العاصفة الرملية؟ أحسنتم، العاصفة الرملية. السؤال رقم سبعة، الثرمومتر أداة تستخدم لقياس. الثرمومتر أداة تستخدم لقياس سرعة الرياح أم درجة الحرارة
أم الضغط الجوي؟ ممتاز، درجة الحرارة. سؤال رقم 8، البارومتر جهاز يستخدم لقياس، سرعة الرياح أم درجة الحرارة أم الضغط الجوي؟ ممتاز، الضغط الجوي. سؤال رقم 9، الأنيمومتر جهاز يستخدم لقياس سرعة الرياح، الضغط الجوي، درجة الحرارة. سؤال تاني، الأنيمومتر جهاز يستخدم لقياس، ممتاز، سرعة الرياح. سؤال رقم 10، عاصفة مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار الشديدة. هل هي العاصفة الرملية أم العاصفة الرعدية أم العاصفة الثلجية؟ مصحوبة بالرعد والبرق، أحسنتم يا أبطال، العاصفة الرعدية. سؤال رقم 11، الماء المتساقط من الغلاف الجوي، هل الطقس أم الهطول أم الرياح؟ ممتاز، الهطول. سؤال رقم 12، عاصفة كبيرة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة. هل هي الإعصار الحلزوني أم العاصفة الرملية أم العاصفة الرعدية؟ أحسنتم، الإعصار الحلزوني. سؤال رقم 13، غيوم تتشكل بالقرب من سطح الأرض، هل هذا الضغط الجوي أم الرياح أم الظلام؟ سؤال تاني، غيوم تتشكل بالقرب من سطح الأرض، الضغط الجوي أم الرياح أم الضباب؟ أحسنتم، الضباب. سؤال رقم 14، عملية تحول السائل إلى غاز، هل يسمى التجمد أم التبخر أم التكثف؟ أحسنتم، التبخر. سؤال رقم 15، تحول الغاز إلى سائل، هل التبخر أم الانصهار أم التكثف؟ أحسنتم، التكثف. بنراجع مع بعض أسئلة سريعة تانية يا أبطال، نشوف مين متذكر الإجابات الصحيحة بسرعة. حالة الجو في مكان معين خلال يوم أو عدة أيام، ممتاز، الطقس. مين فاكر الإجابات الصحيحة معايا؟ السؤال التاني، مقياس مدى سخونة الشيء أو برودته، قلنا إيش يا أبطال؟ مقياس مدى سخونة الشيء، هل الضغط الجوي أم درجة حرارة أم الرياح؟ أحسنتم، درجة الحرارة. سؤال رقم 3، وزن الهواء الذي يضغط على الأشياء، ممتاز، الضغط الجوي. السؤال رقم 4، الهواء المتحرك الذي أحس بدفعه أحيانا، أحسنتم، الرياح. غطاء من عدة طبقات من الغازات ودقائق الغبار يحيط بالأرض. الغلاف الجوي، أحسنتم. سؤال رقم 6، عاصفة تحمل فيها الرياح كميات من الرمل، أحسنتم، العاصفة الرملية. سؤال رقم 7، الثرمومتر أداة تستخدم لقياس، هل سرعة الرياح أم درجة الحرارة أم الضغط الجوي؟ ممتاز، درجة الحرارة. سؤال رقم 8، البارومتر
جهاز يستخدم لقياس سرعة الرياح أم درجة حرارة أم الضغط الجوي؟ ممتاز، الضغط الجوي. سؤال رقم 9، الأنيمومتر جهاز يستخدم لقياس، الأنيمومتر جهاز يستخدم لقياس، أحسنتم، سرعة الرياح. سؤال رقم 10، عاصفة مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار الشديدة. ممتاز، العاصفة الرعدية. سؤال رقم 11، الماء المتساقط من الغلاف الجوي للأرض. الماء المتساقط من الغلاف الجوي، أحسنتم، الهطول. عاصفة كبيرة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، هي، أحسنتم، الإعصار الحلزوني. سؤال رقم 13، عيون تتشكل بالقرب من سطح الأرض. عيون تتشكل بالقرب من سطح الأرض، الضغط الجوي، الرياح، الضباب. الضباب، أحسنتم. سؤال رقم 14، عملية تحول السائل إلى غاز تسمى تجمد أم تبخر أم تكثف؟ أحسنتم، تبخر، السائل إلى غاز، تبخر. السؤال الأخير، تحول الغاز إلى سائل، عملية تحول الغاز إلى سائل عكس التبخر، أحسنتم، التكثف. وكده يا أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.